نحن في غزة تحت احتلال، والاحتلال هو دائما يستهدف الأماكن الأثرية. الأماكن الأثرية في قطاع غزة تعرضت لجولات عديدة من الاعتداءات الصهيونية بالصواريخ وبالطائرات وبالقصف. نحن في حصار، نحن تحت احتلال، ينقصنا الخبراء، ينقصنا الأموال، ينقصنا الأدوات، ينقصنا الإمكانيات. هناك أماكن كثيرة في غزة دخلت حسب إحصائيات اليونسكو ومنظمات حماية الآثار، دخلت من ضمن الآثار المهددة بالزوال في على مستوى العالم، مثل دير القديس هيلاريون. نحن نجتهد بالاستعانة يعني ببعض الخبرات المتواضعة في مدينة غزة، نرفع مشاريع لبعض المؤسسات، تتبنى هذه المؤسسات مواضيع قضايا الترميم وتبدأ بالترميم، لكن المتخصصين في ترميم البنايات الأثرية استطاعوا أن ينجزوا مواد من صناعة يعني محلية. هو إضافة جزء من الشيد مع الإسمنت الأبيض، وجزء من نسبة معينة من الفخار، الجير، كل هذه المواد يتم خلطها بنسب وتقديرات معينة حسب النسب العالمية المعمول فيها في العالم. بعض المؤسسات ساعدت في ترميم قصر الباشا، الآن جمعيات مثلا ساعدت في ترميم بيت السقة، في ترميم كنيسة القديس بيرفيريوس، ترميم موقع دير القديس هيلاريون. قطاع السياحة والأثار في قطاع غزة يعاني ما تعانيه بقية القطاعات الأخرى في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي. وزارة السياحة والأثار أيضا تعاني ما تعانيه بقية الوزارات الفلسطينية الأخرى التي تعاني من نقص في الموازنات التشغيلية لكي تقوم هذه الوزارة بدورها المنوط بها، ألا وهو الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني. حاولنا جاهدين أن نتغلب على هذه المشاكل، وقمنا أيضا بتقليص النفقات التشغيلية التي لها علاقة بأعمال الترميم والمواقع الأثرية. كنا نستعين بخبراء من فرنسا ومن ألمانيا، كانت لهم أدوات حديثة عبارة عن مجسات يحددون بالضبط أين يقع المعلم الأثري في هذا الموقع. الآن نحن نعمل بشكل يعني بدائي إن صح التعبير، حيث نقوم بأعمال حفر يقوم بها عمال، أيضا هنالك أعمال ترميم نقوم بها لبعض المواقع أو لبعض الأثار بمواد بدائية. يعني في موقع الكنيسة البيزنطية قمنا بأعمال ترميم بمواد لا علاقة لها بالفسيفساء الموجودة في الكنيسة البيزنطية التي يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام. قمنا على سبيل المثال بشراء بعض الأسمنت الأبيض والكورس، وهي مواد تستخدم في البناء وليست في أعمال الترميم. حاولنا جاهدين أن نطرق أبواب المؤسسات غير الحكومية لجلب التمويل الطارئ لبعض المواقع الأثرية التي عانت. على سبيل المثال هنالك مشروع تمويل لترميم قصر الباشا والذي انتهى بالأمس، وكانت تكلفة المشروع الترميم ما يزيد عن 20,000 دولار. قامت UNDP مشكورة بتقديم هذه المنحة لوزارة السياحة والأثار من أجل ترميم قصر الباشا،